السلام عليكم متابعي تازي تي في، مرحبا بكم في تسجيل ضربات الجزاء ان شاء الله بحول الله بعد بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي 0-2 في الشوط الاول والشوط الثاني. سيحتكم الان الفريقين الى ضربات الجزاء لتحديد المتاهل الى الدور النهائي من الدوري الصيفي لمطماطة. كما تشاهدون أصدقائي، حضور جماهيري غفير جدا في هذه المقابلة. عموما المقابلة كانت متكافئة بين الطرفين صراحة، المقابلة لم ترتقي للمستوى المطلوب. المهم وصلوا إلى ضربة الجزاء إن شاء الله بحول الله. الآن سيقوم بالتنفيذ ضربة الجزاء الأولى فريق أو نادي شباب أورا في حراسة المرمى علون، أجمل ما يكون في هذه اللحظة إن شاء الله. سنحاول أن نشاهد ماذا سيقع في هذه الضربة الأولى. على بركة الله سنرى هناك تشجيعات من الجمهور للحارس علون، إذن يستعد ويسجل صراحة ضربة جزاء متقنة جدا. هذا حارس شباب أورا عمر، حارس جوار العديد من الأندية، الآن هو محترف مع شباب أورا. يا له من تصدي رائع جدا، جمال لشبور عادة لا يضيع مثل هذه الضربات ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن اللون سيحاول أن يضع الفريق في التكافؤ، سيحاول التصدي لهذه الضربات الجزاء. للأسف الشديد علون يدافع في اتجاه الأيسر والكرة في اتجاه الأيمن. إذن الحارس عمر صراحة حارس متألق كما قلت أنفا، سيحاول التصدي للضربة الجزاء. هناك تمويه ولاعب وداد مطماطي يسجل بطريقة رائعة. إذن لاعب شباب أورا يحاول التسجيل ويضع الكرة في اتجاه المعاكس للمرمى. إذن سنحاول الآن يسدد، وتصدي ممتاز للحارس شباب أورا. أعتقد أن المباراة انتهت، أعتقد أن المباراة انتهت. لا تزال هناك ضربة جزاء أخرى، ضربة ترجيحية أخيرة لتحديد المتأهل إلى المقابلة النهائية. إذن تشجيعات من الجمهور للحارس علون كي يحاول تصدي هذه الضربة. يستعد لاعب شباب أورا يصاب، للأسف الشديد كاد أن يتصدى لهذه الضربة. أعتقد أن شباب أورا رسميا في النهائي. هناك مشاورات بين الحكم والحكم الرابع عن هل انتهى اللقاء أم لم ينتهي بعد. أعتقد أنا شخصيا أن اللقاء انتهى بفوز أو تأهل شباب أورا إلى المقابلة النهائية. فقط بقي الإعلان ويتأهل فريق شباب أورا للمقابلة النهائية. صراحة الحارس عمر كان فارق في هذه المقابلة، أو بالأحرى كان فارق في التصدي لضربة الجزاء. عموما مبروك تأهل شباب أورا، وهارد لك لوداد مطماطة الذي كان هو المرشح الأول للظفر بهذه البطولة. إذن أصدقائي